بسم الله الرحمن الرحيم. مع كنز عظيم جدا من كنوز السنة لا يعلمه أكثر الناس، سنة مهجورة لا يعلمها أكثر الناس. روى الإمام السيوطي وأيضا في كتابه الجامع، وأيضا الإمام الدهلمي في الفردوس، والإمام ابن حجر العسقلاني في كتابه الغرائب المنتقدة من مسند الفردوس، الإمام الدهلمي وغيرهم، قال عليه الصلاة والسلام عن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوني كالقدح، لا تجعلوني كقدح الراكب، فإن الراكب إذا أراد أن ينطلق علق معاليقه وأخذ قدحه فملأه من الماء، فإن كانت له حاجة في الوضوء توضأ، إن كانت له حاجة في الشراب شرب، وإلا أهرق ما فيه. ولكن اجعلوني في أول الدعاء وفي وسط الدعاء وفي آخر الدعاء. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك: ما تخلونيش زي الكوباية، لما يكون واحد مسافر يعلق الشنطه بتاعته ويحط الكوبايه بتاعته، لو عايز يشرب يشرب له شربه، مش عايز او عايز يتوضى بيتوضى، مش عايز بيرمي الميه. النبي عليه الصلاه والسلام عايزنا نهتم بيه، قال: ولكن اجعلوني في اول الدعاء وفي وسط الدعاء وفي اخر الدعاء. في روايه، وفي روايه تانيه: في اول كلامكم وفي نصف وفي نصفه وفي اخره، في اول الكلام. طبعا اكتر الناس او كتير من الناس بيعرف ان الدعاء بيصلي على النبي عليه الصلاه والسلام في اخر الدعاء، لكن ما يعرفش ان هو انه يقطع دعائه في النص ويصلي عليه، وما يعرفش ان هو قبل ما يصلي يصلي عليه. يبقى هذا اوقع كثيرا في قبول الدعاء، انك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في اول الدعاء وفي وسط الدعاء وفي اخر الدعاء. لكن النبي عليه الصلاه والسلام امرنا ان احنا ما نذكرهوش وما نصليش عليه في 3 مواضع: عند الذبح، وعند التسميه على الطعام، وعند العطاس. ليه؟ لان في الـ3 مواضع دول بنذكر ربنا، يبقى فيها شرك بالله سبحانه وتعالى. لو انت صليت عليه الصلاه والسلام، انت الله اكبر، لو انت صليت على النبي صلى الله عليه وسلم في المواضع الثلاثه دول، بخلي بالك في التسميه، في تسميه الطعام ما تصليش على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عند الذبح وعند الذبح وعند العطاس. يبقى قبل الدعاء تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، في وسط الدعاء تصلي عليه، في اخر الدعاء تصلي عليه. سنة مهجورة. وقلت لحضراتكم قبل كده أن الذين يفعلون السنن المهجورة التي لا يعلمها أكثر الناس يكونون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، في الأعلى، لأنهم يحيون السنن التي قد ماتت. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، هذا حديث حسن: من أحيا سنة أماتها الناس أحيا الله قلبه وما تموت قلوب. قال عليه الصلاة والسلام: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد. فالناس اللي بتحيي السنن المهجوره يكونون بمثابه امه عند ضياع، عند انتشار الجهل واندثار العلم، كما هو حادث الان. وبعدين هتاخد ثواب عظيم. الحديث اللي رواه الامام السيوطي بسنة حسن: من صلى علي كتب له قيراط من الاجر. القيراط كجبل احد، قلت لكم الحديث ده قبل كده، جبل احد وزنه 45 مليار طن. يبقى انت لما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في اول الدعاء وفي وسط الدعاء وفي اخر الدعاء، يبقى هتكسب، ستحصد ثوابا عظيما، تضمن باذن الله قبول الدعاء. ثالثا: احييت سنه مهجوره ما بيعملش اكثر الناس، هذا يرفعك في درجات الجنه كثيرا. ف النبي بيقول لك: ما تخلينيش زي القدح، تاخده زي، يعني زي ما بتتعامل مع واحد، قال لك مصلحه معاه تعرفه، مالكش مصلحه مش عايز تعرفه. ده الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بيقول، النبي بيقول لنا: ما تتعاملوش معايا بمبدا المصلحه، كلكم مصلحه معايا، لا، خلوني دايما في بالكم، اجعلوني في بالكم دائما، قبل الدعاء، في وسط الدعاء، اخر الدعاء. ف انا هكتب لكم الحديث العظيم ده في الوصف. سواء هذا الكلام مشروع، اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.